مساء الفل من دبي مع الحبايب استاذنا مصطفى الاغا الحبيبه كارمن سليمان استاذ زمايل الخطيب بنحييكم انتظرونا النهارده الساعه 11 بتوقيت القاهره 11 بتوقيت القاهره واحده بتوقيت السعوديه واحده بتوقيت دبي على ام بي سي فانكوفر 3 بتوقيت سنغافوره مع بتوقيت الهند مش عارف يلا انتظرونا هتتبسطوا قوي حلقه انتظرونا على ام بي سي على ام بي سي في هذه اللحظات وبعد سويعات طويلة من محاولات التصوير الفاشلة تمكننا من لقاء هذا الشاب القصير جدا في بشانك فرينا تصور مصطفى قاد والبنت الحلوة صاحبة الصوت اللي أسمع قولي وطبعا ست الكل مي الخطيب وزارة الداخلية والدفاع والخارجية والمالية ومصطفى الاغا القصير الطويل جدا سعدت بحقيقة لقاء شابين حلوين طيبين واحنا كمان انبسطنا بيك جدا 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 خلاص احنا اصحاب ان شاء الله نفكر في الموضوع هنشوف سوينا بلاوي تابعونا اليوم ان شاء الله ان شاء الله باي اليوم رحنا على بوليفارد وشفنا أميتاب دلشان انت بتتكلم عربي بعد والله مصري انا عشان عندي فيلم دلوقتي بصوره في مصر الحلوه دي ديب اللي جنبك الحلوه اللي جنبك دي مين اللي جنبي دي كارمن سليمان الهنديه دي مين دي دي مين دي عرفنا انت دي مي الخطيب مراتي والله كان ساعة حلوة لما تعرفنا والله ساعة والله ساعة من العمر ساعتين ساعة من العمر والله بجد بس أنا بيكو جدا والله أكثر كمان النهاردة يعني إذا فيكم تتحملوا اليوم تتابعونا على صدى الملاعب منتصف الليل بتوقيت السعودية الساعة 11 بتوقيت القاهرة الساعة 6 بتوقيت سنغافورة الساعة 2 بتوقيت فانكوفر بكل العالم اهلا وسهلا بكم ان شاء الله الحلقه تبقى حلوه واذا طلعت ما حلوه سامحونا الرأفة.